مباريات دون ذلك عندما استقبل صاحب المؤخرة وداد تيليمسان في مباراة تحت شعار الخطأ ممنوع، خاصة بالنسبة لشباب الوزداد الذي يمر بأزمة نتائج وغاب عنه في هذه المباراة الثلاثي مزور ايت وعمر اكساس. وكان السباق في تهديد مرمى قواوي في الدقيقة السابعة بواسطة النعمون. معاناة الشباب تواصلت عند الخروج الاضطراري لبوقجان بسبب الإصابة. أرض فعل الوداد كان عن طريق يلوي، كرة لدغيش فلاح في المكان المناسب. الدقيقة 39 دغيش للعب البديل جاليت معمري غير اتجاه الكرة التي كانت متوجهة للشباك. الشوط الأول انتهى دون أهداف. ضغط كبير شكله عناصر الشباب خلال الشوط الثاني على الدفاع التلمساني في أول تهديد من حارزي، ثم ركنية معمري اصطدمت بالقائم وكاد دغيش أن يباغت فلاح كرته جانبية. في الدقيقة 69 كرة ثابتة من مكحوت مباشرة في شباك قواوي. مكحوت إذن حرر رفقاه والأنصار الذين اشتاقوا لهذا الفوز. آخر محاولة في المباراة كانت لشباب بلوزداد عن طريق بن عبد الله، لكنها لم تغير في النتيجة التي انتهت بتفوق شباب بلوزداد هدف دون رد. قبل لعبت في انكوفرا، جو بونس ما كانش كاين هناك بزاف لي زوكازيون تاع الاهداف، و على فان سي فري اون انكيسي، مي سي كوم سا، سي كوم سا، سي اون اي سيي مي سا نا با مارشي، ما درناش مقابله جميله ونهزمنا في الاخير. وانا نظن بعد المجهودات اللي قاموا بها اللاعبين، يعني جانا هدف اللي ربما يسمح لنا باش اننا اولا قلت لك اننا ندعموا الرصيد تاعنا، وثانيا باش يحرر اللاعبين تاعنا نفسيا ويخليهم يعني يكملوا المشوار تاع البطوله يعني باكثر اراده واكثر راحه ان شاء الله.